الله، هنا المكان صار بحر. واو، شوف الساعة، الساعة مختفية، ما أدري هو غبار هو ضباب هو سحاب، ما أدري، بس أحس أتوقع إنه غبار. طبعا اليوم هو يوم سبت، أوكي. أمس طبعا أمطرت، شوف الجو كيف صار. طبعا الغيوم صارت سوداء، والوقت 4:15 تقريبا. واو، طبعا خلاص بدأت تمطر والجو صار أسود صراحة، الغيم صار أسود. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. طبعا جالسة تمطر، ما ادري اذا واضح ولا. بوريكم الساعة هذه، ما ادري، ايوه هذه شايفينها. طبعا تغطت بالضباب، انا الضباب جالس يمشي سريع سريع. او طبعا هنا الحين انا متواجدة في حي الزاهر وبداية حي الشهداء. بس والله قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجو
بكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وين عندكم الجو بعد الأمطار؟ طبعا لسه في أمطار خفيفة بس الغزير وقف. هنا صاملين بيلعبون تحت الأمطار صاملين. Thank you.
أخيرا وصلت إلى حي جرول. الله، هنا المكان صار بحر غرق. طبعا هنا بيشطون الموية. الأماكن اللي كذا على طول تيجي شفاطات الموية ويشفطون الموية على طول. هنا عندكم مثل ما انتم شايفين حي جرول ما بعد المطر. تكلم موية. محاولة قطع السيل. والله حذيان يعني غرقت الصدق. ماي جاد. والله غرقت في الماي. والله هنا يعني في رجولي بحر تسبح في الجزمة. رجولي.